خلينا نقول الطاقات، في عندك قوس أو أسد عم يطلعوا له بكل الأبراج. طيب في عندك ميزان ممكن يكون، في عندك طاقات ترابية عم تبين كتير، طاقات هوائية ونارية. بشكل عام من بعد صبر، من بعد تعب عم بشوف، من بعد ما كنت حامل حمول يعني في مسؤوليات يعني عليك، كلياتها عليك، انت المطلوب منك يمكن تصرف، انت المطلوب منك انه تعطي، انت تعتني، انت اللي يمكن تكون الاب والام بنفس الوقت، او شخص عندك مسؤوليات كثيرة، او انك شاعر بانه في حمول كتير فوق ظهرك ما عم تقدر تخلص منها، لدرجة انك عم بتفكر بالسفر، وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر، ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس. عم بتكون طاقتك انت اساسا ناري، وطاقتك عم بتكون نارية اكتر، عم بتكون بدك الامور بسرعة تتم، بدك ما عندك صبر، ما عندك كذا، ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بتشرق، يعني من اول الشهر راح تحس انه بعدين في امنية راح تتحقق عندك، حققت جزء وراح تكمل تحقيق الامنيات، او في امنية معينة رح تتحقق، انا بشوفها على صعيد عملي اكثر ما هو عاطفي، وممكن يكون طبعا عاطفي اذا كان مع شخص مائي او قوس او اسد، ناري بشكل عام او مائي. شايفة انه رح تبدأ بداية جديدة مع نفس الشخص القديم، اذا كان في سيناريو عاطفي، بداية جديدة مع نفس الشخص القديم، أو شخص أنت كنت تستناه أو منتظره إلك فترة، عم بتراقبه، هو عم بيراقبك. دائما الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحيانا عكسية. عم بشوفك منتظر مترقب، ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شيء، خلص خلصت، أعطيت، عملت، ساويت، بكفي، وعم تستنى النتيجة، عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة. يمكن انت كنت عم بتأجل موضوع، عم بيكون في عندك شوي صراع نفسي يمكن ما بين العقل والقلب، ما بعرف، في عندك نوع من الصراعات كانت او راح تكون في الاسبوع الثالث احتمال، ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي، وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة، البداية اللي قلنا عليها. أنا حسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت، عم بتكون في بدايات جديدة عندك، إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساسا في طاقتك، أو إنه على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد، فكرة جديدة، ممكن تطور في نفس العمل، خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري، فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها إنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية، هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة، ورح تجيب لك الترقية، ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك. فعادي جدا أنا بقول لك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة، لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة، عم بتكون في كارما في الموضوع، في شخص ظلمك، ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص، أو نارية ممكن تكون، هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلن يعني قدام الناس، زي ما راح حقك قدام الناس أو انهنت أو كذا، يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة. وشايفيتك منتصر على شخص أو على موقف، على شخص ممكن يكون برجه
هوائي، ممكن يكون برجه ناري. شايفة في انتصار على هذا الشخص، وهذا الشخص احتمال كبير يكون أنثى. هذا بشكل عام، وشايفة في فرصة سفر حلوة، ولكن أنت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر، ولكن في فرصة سفر. خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان. حبيبي انتبه على حالك، ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات وحدة على الأقل، فبس تهتم في هذا الموضوع، تعمل استشفاء إذا قدرت. هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى نهاية، رح يموت، رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك إياه، المشكلة اللي في الشاكرات أو الطاقة السلبية. خلينا نقول أنا مش حابة أحكيها إنه طاقة سلبية، سحر، عين، حسد، رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في أوله أو في النصف الأول، لأنه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي أكثر شيء، لأنها طلعت بالورق العاطفي. شايفة ممكن جدا إنه خلينا نحكي يكون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود، وخاصة إذا كان برج السرطان أو برج مائي، وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما، مع شخص جديد، بداية جديدة. هذا السيناريو للأشخاص اللي يمكن ملوا خلص من الطرف الآخر أو الشريك، كانوا عم يستنوه لفترة طويلة، عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر، فعلا شخص جدي، شخص عم بيكون مائي أو ترابي، عم بيكون جدي أكتر، عم بيكون بيستحقهم فعلا، من زمان عينه عليهم، أو يعني من هذا القبيل. شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن إنه يعني يتعرضوا لها، ممكن يكون في شك، إما أنت تشك بالشريك أو الشريك شاكك فيك في موضوع من المواضيع، ولكن بمشي الموضوع، يعني العجلة بتمشي، ما في يعني مخاوف من هذه القصة. عم بيكون في بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض، عم بيكون في ذكريات، طاقة ذكريات كبيرة خاصة في أول الشهر. عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني، ومن بعد فترة طويلة من الانتظار، من الظلم، انظلمت في هاي العلاقة، يمكن أعطيت كتير، فعم تسترد اللي انت اعطيته، عم بيرد لك اياه الشريك، ولكن هذا الشريك شوي بطيء، شوي شايفيته بطيء، او عنده شوية مشاكل، عنده عوائق، في كان طرف ثالث مسيطر والان عم بتلاشى طرف ثالث. قلنا حبايبي مو شرط خيانة، يعني ممكن يكون أي عائق في العلاقة. شايفة في علاقة جدية بالأفق حتى للمنفصلين، مبنية على أسس، مبنية على أسس يعني ثابتة، مش حكي فاضي، أو مش أوهام، أو مش وعود بالهوى. عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بينفذها.
شايفيته عم بنفذها، وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معك، رح يرجع بصفاته اللي بلش معك فيها. خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص من طاقات مائية أو ترابية أو حتى نارية، يعني ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة، هاي الفترة. هذا الشخص ما عم بشوفه كتير جدي، عم بشوفه شوي متلاعب، عنده أساسا طرف وعم بيحاول إنه يدخل حياتكم للحصول على شيء ما، يعني على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم، فبس نكون حذرين. إذا الورق بشكل عام جميل، نشوف مسج من الحبيب ما قادر يحكي لنا إياها أو من عقل الباطن أو كلمة أو هون المسج عم بشوفه. تكررت المسج معانا إنه أنا نفسي أجيب طفل منك، عم بحلم إني أجيب طفل منك. خلينا نشوف تحذير هذا الشهر للقوس. لا والله هذا مش تحذير، هذا عقد زواج، عقد بيت، عقد، في عقد راح تتوقع عليه، في ورقة اللي هي إما عقد زواج أو عقد يمكن عمل، في عقد راح توقع عليه، في ورقة راح تروح توقع عليها يا قوس. خلينا نشوف أوراكلز. بقول لك افرح، انبسط، صرخ، وكأنه بيقول لك، يعني انا بترجمه او بفهمه، انك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك، عم تكتم امور كتير، فبيقول لك احكي، صرخ، عبر، ما تضلك ساكت، ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش، طاقة سلبية عم بتحوش، تراكمات، لا طلعها كلها اول بأول، كون زي الاطفال، بقول لك شاوت، يعني صرخ حتى تحصل على السعادة، فلازم تفرغ اللي جواتك، لازم تطلع اللي جواتك. وحبايبي برج